هذا الجزء في قصر الحمراء يسمى باحة الآس، سمي بهذا الاسم على شجر الآس الذي يكثر في غرناطة وفي الأندلس. هذه الباحة هي لاستقبال السفراء والوزراء ولإعطاء هيبة للدولة في أيام بني الأحمر. البركة في الباحة تعكس القصر وجماله وتعطي أبهة، وينبهر الحاضرون بهذا القصر من وزراء وسفراء وشخصيات كبيرة تأتي لملاقاة السلطان. الشرفة التي ورائي، الشرفة الأخيرة، هي للقاءات، لقاء كبار الشخصيات. تحتها هناك نوافذ لا تبين من ورائها، وهي نوافذ النساء أو الحريم التي تقف لمتابعة الاستقبالات التي تجري هنا أو الحفلات التي تجري في القصر. هذه الأبيات التي نقشت في هذه الباحة هي للشاعر لسان الدين الخطيب، الذي تحدث في فيديو عنه في لخة، هو ابن مدينة لخة، وكما قلت فهو شاعر بلاط، ولقد أحرقت كتبه وقتل بعد أن اختلف مع السلطان. أبرز الشعراء الذين نقشت قصائدهم الوزير والشاعر لسان الدين الخطيب، وابن جياب الغرناطي، والوزير الشاعر ابن زمرك. ابن زمرك نقشت أبيات من قصائده في نافورة باحة الأسود. هذا القصر يعج بالآيات والقصائد المنقوشة، فيقول القصر وصفا نفسه: منصبي تاج وبابي مفرق، والغني بالله أوصاني أن أسرع الفتح لفتح يطرق. القصر يقول عن نفسه: هذه جنة النعيم تجلت، ليس عنها لساكن من براح، فنقوشي تبدو كزهر رياضي وبياضي يحكي محي الصبح.